طيب سيادة المشير، طبعا تعليقات الناس كلها هي على استعداد للتحمل، بس كمان الوعود. أنا بشوف حضرتك بتتحسس جدا في موضوع الوعود حتى لا تكون شيكات بدون رصيد، يعني أنه تطلق وعودا، لكن عند لحظة معينة الناس يمكن ألا تتحمل، يعني لما تزيد الأعباء المعيشية والاقتصادية وجحيم الكهرباء يمكن ألا يتحمله، هنعمل إيه؟ ما احنا هنتحرك من اول يوم معاهم بان الاعباء المعيشيه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت ما تزيدش، يمكن تقل ولازم تقل. النهارده ان انا ما يكونش النهارده في سلع اساسيه داخله في حياه المواطن الغلبان وتغلى عن كده، ان ما كانتش تقل وتنزل عشان اريحه شويه، مش قادر اديله، بس على الاقل اظبط الاسواق. وانا اتكلمت في فكره الاسواق الموازيه اللي قلت ان احنا النهارده لو الاسعار دي ما اتظبطتش هندخل نعمل اسواق في 3 4 شهور نلاقي الدنيا متغيره عن كده. احنا بنعمل الكلام ده واحنا شغالين في الدوله المصريه كلها. لان المواطن لما هيشوف ده في محافظته هيصبر معايا. لما يلاقيني ان انا قدرت فعلا اقول كلام ونفذه في ان انا اضبط له الاسعار واخفضها له هيصبر معايا. يعني كل يوم هتقدم له انجازا فيقوم يحس ان في، وهو مجرد ما يشوف ده المصري اكتر واحد بيستحمل، وانا مش بخاطب وده، انا بقرر واقع. المصري اول بس ما بيشوف بلدوزر كده شغال بيعمل حاجه بيقول لك ده بيعمل ايه، ده بيشوف بيعمل له صرف ولا حاجه يقول لك الحمد لله، يستنى 3 4 اشهر، ما اصل بقاله سنين طويله كان مستني كتير قبل كده. فهو مجرد ما يلاقي ان في حاجه على الواقع، الكلام اللي احنا بنقوله ده بيتعمل في محافظته في مدينته في قريته. لا ما بتخافش من توقعات الناس الكتير، الناس متعلقه بيك قوي اللي بيحبوك، يعني متعلقين قوي بيك وشايفينك امل ومنقذ لمصر وانقذ مصر من الارهاب، يعني الى اي مدى بترى ذلك عبء حتى نفسي عليك انت انسانيا وانت عارف حجم المشكله؟ بس عارفهم هم كمان، صحيح عارف ان المصريين شعب عبقري ليه حكايه، حكايه في تاريخه بقى لها 7000 سنه. ما نقدرش نقدر يعني الكتالوج كتالوج تفاصيل كتير لا لا جدا. فلا طبعا هي عبء انساني ضخم جدا عليا. نفسي قوي، ومش نفسي بس، نفسي وهتحرك ان اكون على قدر المسؤوليه للناس شايفها. طب انا عايز اتخيل مشهد في لحظه دخولك القصر اذا ما قدر لك ان تفوز في الانتخابات، يعني كيف ستتعامل مع هذه اللحظه؟ هذا القصر جلس فيه من قبل حاكمان يحاكمان الان، يعني رئيسان يحاكمان الان. هذه اللحظه، لحظه دخولك القصر حينما تطأ قدماك القصر، ماذا ستفكر؟ ماذا ستفعل؟ طبعا هو عمل مؤسسي بالمناسبه، مش عمل على فردي، ده عباره عن فريق عمل متكامل في كافه المجالات المختلفه، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والاعلامي يمكن كمان. كل المجالات لازم يبقى في حد معانا، وانا قلت ان الشباب هيبقى جزء منها بالمناسبه، عايزه يبقى شغال في النقطه دي. في تشريعات المفروض تكون بنتحرك بنفكر بندرس دلوقتي، هي التشريعات اللي هتساهم في موضوع تدعيم الاستثمار، تحريك الموقف في مصر بشكل جيد. ده اللي احنا هنتحرك فيه، ان احنا نبتدي العجله تشتغل مع البرنامج الضخم اللي احنا بنتكلم عليه ده. انا قلت لكم في الاول حلقه، قلت لكم في حاجه اسمها، انا متصور ان احنا هنبقى حاطين حاجه اسمها قوافل التنميه والتعمير. هلا ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك تبقى في محافظه اسيوط والمنيا وسوهاج واي محافظه اخرى، شايف ان في خول ضخم جدا جاي بيقول لك احنا هنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك وتعالوا معانا. في كلام كتير. الشغل يبتدي من اول يوم. المفروض من النهارده. طب بس انا مش عايز